معسكر الحمد لله ماشي كويس بخطوة كويسة، اللعبة كلها مركزة، بنتمرن تمرينتين في اليوم، فإن شاء الله اللعبة مركزة يعني، وبإذن الله بالتوفيق طبعا الفترة القادمة. والمعسكر ماشي كويس بخطوة كويسة يعني، هي كل مرحلة مرحلتها طبعا، بس احنا بنشتغل كويس. ده ديك شايف احنا بنشتغل ازاي، وتمرين قوي وبنشتغل فترتين في اليوم، فطبيعي ان ان شاء الله. هو برضو يعني الفترة لما بتبقى الماتش لما بيجي وقته، فاحنا طبعا طبيعي احنا بنتكلم قبلها بيومين مع بعض، فدلوقتي تركيزنا كله في المعسكر، نشتغل كويس ونشتغل بخطوه كويسه، وان شاء الله في اول ماتش باذن الله قبلها بيومين طبعا بنتكلم مع بعض على طول باستمرار، واللعبه كلها مركزه طبعا في المعسكر وكله بيشتغل كويس يعني. طبعا اصعب حاجه بطوله افريقيا هي المؤثره طبعا. بطوله الدوري ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، احنا كنا جايين من تحت واللعبه كلها ركزت، ده مش مكانه النادي الاهلي، مكانه النادي الاهلي دايما عارف في الاوائل. اللعبه كلها كان عندها سرعه عزيمه، والحمد لله يعني بقينا اول الدوري يعني. واتفاجئنا طبعا بالمباراه، واحنا عملنا 45 دقيقه 45 دقيقه فرقه وفرقه، اللعبه كلها اشتغلنا واشتغلنا كمان تحت ضغط جامد في التمرينات، واللعبه كلها يعني كانت شغاله جامد، وماتش كله ماتش زي ما بقول لك ليها تمنياته، والحمد لله ربنا كرمنا يعني في الماتش وكسبنا، بس كسبنا بنتيجه كبيره يعني. هو ده طبعا امكانيه نادي الاهلي، كله بيشتغل بجديه، اي ماتش لازم ناخده بجديه يعني. هما لعبة كويسة وهم مش لعبة كويسة مش هيبقوا موجودين في النادي الأهلي. لعبة عندها عقليات كويسة وبيتمرنوا كويس، عشان كده ببقى ربنا يكرمهم في كل حاجة. هي طبعا اللعبة الكبيرة دايما لها دور كبير في اللعبة الصغيرة، اللي بيتكلموا معاهم العب ما تخافش ما يهمكش، وبرضه المدرب بيتكلم معاهم على طول، لسه كان قاعد معاهم النهارده، لازم بيبقى بيتكلم معاهم طول ما انت بتتكلم مع اللعيبه الصغيره، نفسيتها بتبقى كويس، بتقول لهم نفس اللي هم يتمرنوا يعني. بس يعني بحب اخش على انستجرام عادي بقى بشوف بس ما بعلقش وما بحطش في دماغي، هي ناس حلوه وناس وحشه، انا برضه ما ببصش الحاجات ديت، ويعني زي ما بقول لك يعني ماليش تعليق يعني في اي حاجه، واحنا بنركز في شغلنا بس. انت زي ما انت شايف طول ما انت ماشي كويس هتتشال فوق دماغك، لما بتقع ما حدش بيبص لك ولا حد بيشيلك، فمن الطبيعي انك ان شاء الله ربنا يكرمك، وطول ما انت ماشي كويس يعني الناس تبقى معاك كويس. بس ماتش المقاولين طبعا ليه اهتمامات كبيره جدا جدا، ماتش المقاولين عايز اقول لك ليه اهتمامات يعني اهميته اكتر من نادي الزمالك، لان دوت اول ماتش لينا، فاول ماتش لينا بعد شغل تقيل وزي ما انت قلت مفيش اي حاجه حوالينا هنا ومركزين في شغلنا بس، فطبيعي انك لازم تركز في ماتش المقاولين عشان ربنا يكرمك في اللي بعد. اقول لجمهور نادي الاهلي حتى يعني لو لا قدر الله بطوله الدوري ما تحسمتش نادي الاهلي، نادي الاهلي عمره ما هيقع، نادي الاهلي كبير بقيمته وعظمته بكل حاجه، نادي الاهلي حاجه تانية خالص، بس ان شاء الله باذن الله الدوري اهلاوي وربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني.